شهد معبر رفح اليوم تدفقا لعدد من الشاحنات لليوم الثالث على التوالي متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 110 شاحنة متنوعة ما بين مواد إغاثية ومحروقات. والمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية نجدد بكم الترحيب مرة أخرى من أمام معبر رفح البري، والذي شهد اليوم ارتفاعا ملحوظا في عبور عدد من الشاحنات منه إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عبور 99 شاحنة من الشاحنات الغذائية والإغاثية والطبية والدوائية وغيرها من الشاحنات التي تحمل مستلزمات للخيام وغيرها من المواد التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى عبور 11 شاحنة من المحروقات، 7 من هذه الشاحنات تحمل سولار و4 من الغاز الطبيعي، ليصبح حصيلة اليوم يعني حوالي 110 شاحنة، وهو اليوم الأكبر من حيث عبور عدد الشاحنات منذ يعني حوالي 30 يوما. لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تمارس الإجراءات التعسفية وإجراءات التعنت في منع دخول الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية، فاليوم عادت شاحنتين من الشاحنات كانت تحمل لعب أطفال وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية دون أن تفرغ حمولتها. على مدار أمس وأول أمس لاحظنا أيضا تدفقا لعدد من الشاحنات الغذائية والإغاثية والمحروقات، كنا نتحدث عن عبور 88 شاحنة، هذا بالإضافة إلى 10 شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات، وقبلها كان هناك عبور لعدد 99 شاحنة من الشاحنات التي تحمل أيضا مواد غذائية وإغاثية و10 منها للمحروقات. كل هذه الشاحنات وإن كانت يعني بدأت في ازدياد ولكنها أبدا لا تتوافق مع متطلبات يعني الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من أزمات إنسانية وأزمات كارثية يعني إزاء نقص كبير في المياه والكهرباء والمواد الإغاثية. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من أمام معبر رفح، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.